كيف ترونها تبدو أسمى لأرداني فأنفخ
فيه أشجاني لكي أجدر نفثاتي فأنفث فيه أشجاني لكي أجدر نفثاتي أطفلا بت أم كهلا فعمري شبه من عمري وتسرق بغتة الأهوال أفراحي براءتي أدير آلة التصوير في أنحاء المأساة تروح آثار مثغبتي وتذكاراتي متربتي تروح آثار مثغبتي وتذكاراتي متربتي تروح آثار مثغبتي وتذكاراتي متربتي وتعجزكم Thank you.
معنى أن نحيا ولا ندري بأن العشق قد يبقى سجينا في الخلايا. ما معنى أن نحيا ولا ندري بأن العشق قد يبقى سجين في الخلايا. ما معنى أن نشهد موات الأغنيات، ما معنى أن نشهد موات الأغنيات، ما معنى هذا الصمت الذي لا ينتهي لا ينتهي. وبرغم حوجة من الصراخ، وبرغم حوجتنا الصراخ، يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي. هل يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي؟ وهل نودع بعضنا ونذهب في سراب الذكريات؟ كيف تبدو الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ كيف تبدو الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ من يعلم ذكرياتي كل أشكال التداعي والرحيل المر دوما حين يصطدم المدى بالمآسي والمخاوف واحتضار الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي. هل يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي؟ وهل نودع بعضنا ونذهب في سراب الذكريات؟ كيف الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ كيف تبدو الذكريات؟
كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ من يعلم ذكرياتي كل أشكال التداعي والرحيل المر دوما حين يصطدم المدى بالمآسي والمخاوف واحتضار الأمنيات. الخفايا لا ينتمي للسحب والموشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يطيق أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يطيب أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يضيء أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنية. Thank you.
حين هدينا رشا رشا
عساي موسمي مهما عمر الست قطار ويامه سبحت موفي رحلة لدي بعضنا يا لدي بعضنا يا والردة لسه هي الذكرى الذكرى ذكرى حية ما تكون الذكرى الذكرى ذكرى حية ومهما عمر الست قطار يا
Oh,